وعليكم بناس كبيرين، لاباس عليكم؟ ان شاء الله يا ربي تكونوا كلكم بخير وعلى خير. وانتم كتشوفوا في هذا الفيديو هذه، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. دونك البنات اليوم ان شاء الله غادي ندير واحد الفيديو خفيف ظريف، غادي ندير واحد العشيوه بسيطه بزاف، وصراحه اللي زوينه والمذاق ديالها رائع، وبواحد لاصوص كتجي واحد لاصوص اللي زوينه بزاف، غادي احمقوا عليها وليداتكم. وهذه هي الوقيته ديال هاد الوصفه هذه، وديجا طلبتوها مني في رمضان وما درتهاش لكم، ودابا ان شاء الله غادي نبارطاجيها معكم. اللي غادي تصلح كيف ما قلت لكم هكا في ليكول على حساب وليداتكم، تصلح هكا في البحر، يعني هاد الطيبيطات هادو ولا هاد المخيمرات هادو اللي تقدروا ديروهم باي حشوه نتوما بغيتوها، اللي فعلا كتجي اكثر من رائعه. فخليكم معايا في هاد لا فيديو هادي. دونك البنات اول حاجه غادي نبداو بها هي العجينه ديال هاد المخيمرات هادو ولا هاد البطيبيطات، اللي صراحه كيجيو غزالين، اللي فعلا واحد كتجي كيجيو مفوهين وكيجيو قطنيين من الداخل. المهم البنات انا كنتمنى انكم تجربوهم، واللي جرباتهم تجيو تكتب لي في التعليق كيفاش خرجوا ليها كيفاش جاوها. هنايا كيف ما قلت لكم خديت جوج زليف ديال الطحين فورس وزلافه ديال الفينو، تقدروا تضاعفوا الكميه الا بغيتوا. بالنسبه ليا انايا هاد الكميه هي اللي كندير، كتخرج ليا 8 ديال البطيبيطات مويان، ما كبار ما هم صغار. درت معاهم معلقه ديال الملحه، يعني الملحه على حسب الذوق، معلقه صغيره ديال الخميره، ودرت نص كاس ديال المدافي، في معلقه ديال الخميره ديال العجينه، يعني الخميره حبيبات صافي. وجا نديرها هكا في العجان ونخليها تتعجن مزيان مزيان، كتسدلك مزيان مزيان، وانا كنضيف ليها كاس ديال الحليب. تقدروا ما ديروش الحليب، ديروا غير الماء، ولكن انايا درت ليها كاس ديال الحليب باش كتجي هكا، يعني كتجي العجينه كتجي زوينه، وحتى في المذاق ديالها كيجي زوين. المهم درت كاس ديال الحليب، من موراها زدت الماء دافي باش جمعت هاد العجينه هذه. غير هي البنات بالنسبه للعجينه راه ما خاصهاش تكون بحال الشكل ديال الخبز، خاصها تكون هكا مرخوفه مزيان مزيان. كل ما كانت العجينه ديال البطبوط مرخوفه، كل ما جاوكم البطيبيطات ديالكم البنات يعني مهوين وخفافين وما تيضروش حتى في المعده الا كليتوهم. دونك هنايا ملي خليتها ارتاحت تقريبا واحد 10 ديال الدقائق صافي، يعني خديت العجينه ديالي كيف ما كتشوفوا راه كتبدا تلصق ليا في اليد، هي خاصها شي شويه ديال الخاطر. وباش نقطعها بحال هكا يعني غادي نبقى ندير طحين الفورس باش ما تلصقش ليا هكا. هنايا كيف ما كتشوفوا خرجت منها 8 ديال الطيبيطات صغير، يعني مويان، انا بغيتهم مويان، يعني يجيو بحال ساندويتش، يعني بحال داك العيش السوري اللي كيعمروه حتى هما هكا بالفلافل، ولا كيعمروه هكا بالشاورما ولا شي حاجه، راه كذلك ومثال. المهم هنايا كيف ما شفتوا شكلتها على 8 ديال الخبيزات ولا 8 ديال المخيمرات صافي، وغادي نكورهم كاملين، وغادي نخليها واحد غير 5 ديال الدقائق، ماشي حتى بزاف، 3 ولا 5 ديال الدقائق. دابا راه الحال سخون راه دغيا. المهم مني كملت خليتها تقريبا واحد 3 ولا 5 ديال الدقائق، ومباشره كنبدا نقرص ونطيب، مباشره نقرص ونطيب. صراحه راه ساهلين ماهلين، وراه كيوجدوا بسرعه البرق، فعلا والله القسم كيوجدوا بسرعه البرق. انا راه ما نكذبش عليكم، راه حتى ديك الساعات قلت غادي نوض نصيب لهم، ومنها على حساب غدا ان شاء الله باش يديو معاهم لهذا غدا الثلاث ان شاء الله، باش يديو معاهم يعني نلقى ما يلقاو زعما ما يديو في الغدا. راه كينفعوا كيف ما قلت لكم هكا على حساب ليكول ديال الوليدات، على حساب هكا شي بيكنيك، على حساب هكا الغابه لابلاج. دابا حنايا ان شاء الله مقبلين على فصل الصيف، يعني هذا الشيء اللي كيبغيو الوليدات، يعني ما كيبقاو يبغيو لا مرقه لا طواجن لا حتى شي حاجه، سورتو انا ولادي راه ما عندهمش مع داكشي بزاف، كيبغيو غير هادشي الناشف، ميم حتى الخبز راه ما كياكلوهش ليا بزاف، داكشي علاش مره كندير لهم هكا هاد المخيمرات هادو وصافي. المهم انايا غادي نكمل هاد سميتو، غادي نكمل هاد المخيمرات اللي بقاو ليا، وكيف ما كتشوفوا قدام عينيكم انهم كيتنفخوا الا تبعتوا هاد المراحل هالو. بالنسبه للعافيه خاصها تكون مجهده، ما تكونش هكا خفيفه، حيت الا درتوها البنات خفيفه ما كتنفخش لكم نهائيا هاد الخيمات هادو، سوا الصغيورين سوا الكبار سوا هادو ما كيتنفخوش لكم نهائيا، يعني خاص تكون العافيه مجهده. المهم هذه كفكره بالنسبه للبنات اللي ما عارفينش، وصافي
انا يا صراحه ديما كي زعما كي تنفخوا ليا، ما عمر شي وحده زعما ما جاتني مدقصه ولا شي حاجه، ولكن عارفه السر ديال هذا، يعني عارفه السر ديال الطياب ديالها كيفاش داير وداك الشيء. ايوا صافي هذا الشيء اللي كاين. هنايا اسعد وامجد، عرفتي شنو لاصقيني؟ لاصقيني ماما خرجي شري لنا صندوقه، خرجي شري لنا الصندوقه. دابا عندهم الفلوس ديال العيد، قال لك والو ماما خرجي شري لنا الصندوقه باش نجمعوا فيها الفلوس. قلت لهم فكره زوينه مزيان، ملي ما شدوش الفلوس ديالهم انا هذوك الفليسات قالوا لي ماما خبيهم، خبيتهم اليوم. قال لي ماما تشري لنا صندوقه، وهاد قالوا ملي انا كنعجنت تقول لي ماما صندوقه، ماما صندوقه، ماما صندوقه. منها قلت نخرج ناخذ داكشي باش غادي الحشوه باش غادي نعمر دوك البطيبيطات، ومنها ناخذ لهم صندوقه. هاد الفكره هذه زوينه، علموا انتوما وليداتكم اي حاجه طاحت في يديهم شويه شويه يخسروه، زعما يشريو به لي بونبون الشوكولا وداكشي، وشويه يجمعوه في الصندوقه. بالنسبه ليا انايا الشوكولا وداكشي راه كناخذ لهم فيه، ما كندير هكا لي كورس ديالي، كناخذ لهم هكا لي بونبون الشوكولا، يعني الفلوس ما عندهمش زعما فين يخسروهم ولا شي حاجه، يعني كلشي غادي يروحوا في الصندوقه. المهم من تما خديت لهم الصنيديقه، دزت لعند الكزات بغيت ناخذ الكفته، ساعه لقيت عنده هاد الطيحال هذا يلاه مصاوبو، خديت من عنده 4 ديال الطريفات، وخديت هاد لي كروكيت هادو نخليهم هكا في الثلاجه هكا في كونجيلاتور. انا واحد النهاريات نبغي ندير للدراري، ما عندي ما عنديش باش ما عنديش يعني خاصني شي حاجه خفيفه نطيبها لهم بسرعه باش يديو معاهم ليكول ولا شي حاجه. المهم كينفعوا كينفعوا، بانوا لي جداد وباقي مزيانين، خديت منهم غير نص كيلو. المهم هنا كيف ما كتشوفوا المخيمرات ديالي راهم كيشوم كيفاش مهوين من الداخل، تندير لهم غير طريف ديال الخص، ما غادي ندير لا لاصوص لا حتى شي حاجه. دابا تشوفوا الصلصه اللي غادي نشارك معكم كتجي غزاله وكيحمقوا يحمقوا عليها الوليدات. هنايا خديت الخص ودرت جوج طريفات ديال المطيشه، وداك الطيحال درتو في الفران يعني حتى سخن ليا مزيان، هو راه ديجا نتوما راكم عارفين ديجا راه طايب. صافي هي هذيك قسمتو على جوج على حساب هاد المخيمرات هادو، كانوا كبارين راه غادي ديروا وحده كبيره. المهم وبالنسبه للحشوه كتبقى اختياريه كل وحده وشنو تقدر دير في الحشوه ديالها. انايا تشهيت الطيحان بان لي باقي جديد، كنت صافي خديته، كنت غادي ناخذ كفيته مني بان لي الطيحان خديته. هنايا خديت القشده السائله، هاد القشده السائله اللي تنطيب بها، عرفتي بنينه 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 لواحد الدرجه ما تصوروهاش. درتها فوق البوطه، غادي ندير عليها شويه ديال المليحه وشويه ديال البزار، وغادي ندير الفرماج ديال الساندويتش. هاد المربع هاد الفرماج ساندويتش تقدروا ديروا اي نوع ديال الفرماج عندكم، تقدروا ديروا الفرماج احمر اي نوع تقدروا ديروه، تيجي واحد تيجي معلك مع هاد لاصوص بلونش مع هاد القشده السائله، كيجي معلك وكتجي واحد البنه يا سلام ما نكذبش عليكم، كتجي بنه زوينه بزاف بزاف. صافي غادي نخليه في الفوق البوطه يعني حتى يعقد شي شويه، هنا راه تحرقت بالفران راه بدات كتمشي ليا الحرقه. المهم كيف ما قلت لكم درت هنايا القشده السائله، ودرت عليها هنا 5 ديال الفرماج هذا ديال الساندويتش، تقدروا ديروا الكميه اللي بغيتوا، تقدروا كيف ما قلت لكم ديروا الموتزاريلا، تقدروا ديروا الفرماج احمر، الفرماج اللي موجود عندكم. صافي وفي الاخر كيف ما قلت لكم تندير شويه ديال الملحه وشويه غير طريطقه ديال الملحه والطريطقه ديال البزار. صافي وهنايا غادي ندير الكورنيشون. الكورنيشون شديتو قطعتو طريفات، غادي تسمعوا جودي حدايا كتلعب. هنايا شديت الكورنيشون قطعتو طريفات صغيورين، كيعطي واحد المذاق زوين. شي الا ما كانوش وليداتكم كياكلوا لكم الكورنيشون راه بهذه الطريقه هادو غادي يحمقوا عليها، ما غاديش يبان لهم بصفه نهائيه مع هاد لاصوص هادي، حيت فعلا هاد لاصوص هادي بنينه لواحد الدرجه ما تتصوروهاش، بنينه 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 بزاف بزاف. عرفتي بعدا انا وليداتي كيحمقوا عليها، ومام حتى حنا الكبار الصراحه كتعجبنا. صافي هنايا كيف ما كتشوفوا درت شويه ديال المليحه وشويه ديال البزار، وخليت لاصوص ديالي ها هي ما حده هي فوق البوطه، وديما على بوطه تكون يعني العافيه مجهده، ما حده هي فوق البوطه وهي كتعقد لينا، انا ما بغيتهاش تكون عاقده بزاف بزاف باش هكا تسهل معايا فاش نديرها هكا في لي ساندويتش، حيت هي راه سيغ بلاص كتجمد. صافي مباشره غادي ناخذ دوك المخيمرات دياولي اللي عمرتهم يعني اللي عمرت معاكم هكا بالطيحال وداك الشيء، كندير فوق منها يعني تقريبا واحد الجهد ديال معلقه ولا معلقه ونص ديال هاد لاصوص كيف ما كتشوفوا، يعني معلقه ولا معلقه ونص ديال هاد لاصوص هذا. صافي وكنسد بهاد لي كيغدون هادو هاد العويدات هادو الطوالين.
صافي هادشي اللي كاين، هذه هي الوصفه ديال اليوم. كنتمنى البنات اللي كانوا طلبوها مني انهم يجربوها، اللي جرباتها تجي للتعاليق وتقول لي كيفاش جاتها الوصفه. دونك هنا ما بقى لي غير نقول لكم السلام عليكم، حتى نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.